حبيبي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ ايه دولة بقى؟ عايز ايه؟ انت جاي دلوقتي ليه؟ عايز اتفرج على الفيلم يا دولة. الفيلم جه؟ فيلم ايه؟ ما عندناش افلام. يلا غور غور يلا. لا يا دولة بقى، الفيلم يا عم بقى اللي هو رجل في بيتي ده يا دولة، بتاع الفدائيين. راجل في بيتك وانت عندك بيت يا صايع. يلا يلا، جاي لنا بالليل عشان نتفرج على افلام. يلا يا رمزي غور غور يلا. يا دولة بقى، ده انا اتصلت بيهم يا دولة وقالوا لي ان هم هيزعوه. اتصلت بمين؟ بالقناة يا دولة. طب القناة دي صوتها عامل ازاي؟ تش تش. دي قناة السويس يا هبل. يلا يلا غور يلا. يا دولة بقى، ما هو الفيلم يا دولة عن قناة السويس يا دولة، وعن الفدائيين اللي هم احتلوا قناة السويس. الفدائيين احتلوا قناة السويس؟ يخرب بيتك، شوهت التاريخ. والانجليز هم اللي طلعوهم بقى ولا ايه؟ بص يا دولة، انا ان شاء الله لما هتفرج على الفيلم هبقى فدائي وانضم ليهم. انضم للانجليز طبعا. يا دولة بقى، عايز اتفرج بقى، فين العذور؟ ولا بص، انا مش عايز دوشة، اقعد اتفرج بس من غير دوشة خالص. ماشي. يعني توطي التلفزيون على الاخر، ها؟ عشان لو صحيتني من النوم هقوم اقتلك، انت فاهم؟ ماشي. وبعدين لو هم بيضربوا نار ولا حاجة توطي التلفزيون، وانت كمان توطي عشان ما تجيش حاجة فيك. ماشي يا دولة. ماشي، مش عايز دوشة. ماشي يا دولة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت تقعد على الكنبة ورجلك فوق؟ نزل رجلك، نزل رجلك. ماشي، انا اسف، نسيت يعني. لا، طلعت رجل. انزل على الارض، اقعد على الارض، اقعد على الارض، اللي احنا نتبقى اقعد على الارض بقى. على الله. نو نو ست ست ماشي 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 بقى دولة بقى. اهو الفيلم اهو بقى. ياه، الاستاذ عمار الشريف اهو، الاستاذه زبيبه ثروت، ياه بموت فيها. ومحمد رياض اهو، ده كان كبير قوي ساعتها محمد رياض. عايزين نطرد الانجليز اللي بقى لهم 10 سنين لابدين ان هو في المحروسه. طب يا زعيم دولة، ناخد نفسنا طيب شويه، ده احنا لسه مخرجين الفرنساويين من شويه كده اهو. يا عم يعني ايه المشكله؟ خرجنا الفرنساويين ونخلص الانجليز، ما احنا برضك مش هينفع نسيب محسن زغلول لوحده. مين محسن زغلول ده؟ ابن عم سعد زغلول. يا عايزين نبقى نجند البيت الرقاصه دي معانا. عناية يا زعيم، بس بقول لك ايه بقى، انا نفسي افجر نفسي بقى. افجر نفسك؟ اصبر ما تقلقش يا عم. انت كل شويه تقول لي اصبر ما تقلقش، اصبر ما تقلقش. انا عايز افجر نفسي بقى واشوف نفسي كده وانا طاير متفجر. تتقطع ياض، اهبط. اهلا اهلا اهلا، نورت يا منشري. بقول لك ايه، ليك في مصر؟ انا ليا في كل حاجه، مش في مصر بس. طيب اصل احنا بنكون خليه سريه، وراكي ايه بعد الساعه 3 بالليل؟ ابدا، بسيق الخمره ولم الفرق وانقع خمره بكره. تنقعي خمره بكره؟ انتوا شغالين خمره بودره ولا ايه؟ دمك خفيف يا مضروب فشر علي الكسار يا غتي يا غتي. طيب سلفني بقى 3 جنيه دولة. يخرب بيتك يا ولا ولا، انا معيش غير 12 جنيه اللي احنا هنجيب بيهم متفجرات من فجرني مول. ايه يا جدعان، شكلكم كده من الفدائيين. ايه فدائيين؟ ايه ده؟ لا ابدا، احنا عملاء. ما تخافش يا اخويا، اقول لك حاجه، ديك النهار قتلت 3 جنرالات ودفنتهم في اسطوح عندي في الاوضه. ما تقلقش يا اخويا. لا مش قلقان ولا حاجه، بس يعني انت بتاعه عمليه كبش الحلاليف اللي هي بتاعه الكامب الجديد؟ لا يا اخويا لا، انا بستدرج الانجليز بمعسول الكلام. بمعسول الكلام؟ يبقى الكلام مش هينفع هنا، عندنا خليه نتكلم فيها. هو ده. طيب
طبعا انتوا ما تعرفوش بعض، انا جمعتكم كلكم من وسط 15 مليون مصري عشان اكون الخليه واكون الورشه الفدائيه اللي هتخلص مصر من كل الانجليز الظلمه، وبالتالي لازم كل واحد فيكم يعرف نفسه بنفسه. ولنبدا بالحريم، اتفضلوا. انا اسمي رانيا تغريد الطيور، مطربه براد شهيره قوي 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 قوي، وان شاء الله ان شاء الله لما نحرر مصر الحره المستقله مش هغني غير في الاوبريتات بس، ومش هنزل الاستديوهات بتاعه الالبوم بتاعي غير في عيد الثوره المجيده. برافو عليك يا اخت رانيا، ودايما الفن يبقى في خدمه الوطن اللي بعده. ثناء الكلوباتيه رقصه وقال معايا. استغفر الله العظيم، عموما عندك فرصه كبيره جدا ان انت تتوبي وتفجري نفسك. لا مؤاخذه، الراس بيجري في وسطي، بيجري في دمي منذ نعومه اظافري، بس نادر عليا يوم نخرج الانجليز من مصر ونخليهم يجلوا عن هنا ويتكفوا على وشهم وننتقم منهم لبطل راس يا بيه واتجه للتمريض. شكرا، اتفضلي اللي بعده. وانا غني عن التعرفه، رمزي ابو الرماميز ابن عم الزعيم دول حبيبي. انا ما عنديش واسطه، هتطلع وطني بحق وحقيقي وهتفجر نفسك حلو هثبتك، لكن لو فجرت نفسك اي كلام ونحستني ونحست مصر لا انا برفض. حاضر حاضر يا دوله حاضر، بس انت يا عم اللي اخر مره يا عم بوظت العمليه. يا عم انا العمليه اللي بوظتها هعمل لهم ايه؟ العمليه كلها والخطه كلها كانت مظبوطه 100%. العسكري الانجليزي هيخرج من البار، هطلع المسدس انشن عليه اموته. العسكري خارج لي من البار سكران عمال بيتطوح، اجي انشن عليه كده عشان اضربه يقوم هو متطوح كده، اجي اضربه كده يقوم متطوح، اعمل له ايه؟ اعوره؟ لا عندك حق يا زعيم يا دول، عندك دول. انا نفسي اركب بقى دبابه. دبابه؟ معاك رخصه ولا هتتقبض عليك في محور المنيب؟ أني إنعام صاحبة الكباريه، يمين بالله يمين بالله لو صورتنا نجحت لأغلب الكباريه متحف. كلام ده يا ست إنعام سابق لأوانه، احنا دلوقتي محتاجين فلوس، عايزين تمويل، محتاجين فلوس. الكباريه تحت أمرك، وادي 12 جنيه هات بيهم سلاح. خد 12 جنيه يعملوا ايه؟ دول ما يجيبوش اسلحه فاسده. يا زعيم دوله انا عندي فكره، احنا ممكن نجيب مسدسات ميه علشان نغرق بيها العدو. ونملاها من قناه السويس. قناه السويس وبجو رايح وبجو جاي، كل دي مصاريف وتضييع وقت. انا من رايي مسدسات الميه نملاها ميه من نافوره ميدان التحرير. المهم يا اخوانا حافظين الخطه كويس، الخطه دي لازم تبقى متنفذه صح طحن يعني. احنا حافظينها صم. هي طقطوقه، المهم انتوا بالذات كمان لازم تركزوا، لو قبض عليكوا ها لازم تموتوا نفسكوا، معاكوا سم كفايه. ما تقلقش انا اصلا لساني سم. حلو، يبقى ادي لزمايلك، وانت في النهايه ابقى عض لسانك تتكل على الله على طول. اتفقنا يا رجاله؟ اتفقنا يا زعيم دوله. بالنسبه للحريم اتكلوا انتوا دلوقتي على الله عشان انتوا عالم عوالم، ما تتاخروش عن كده، اتفضلوا. او النبي يا اخويا الاحسن، لما بعوق على 3 الصبح ابويا بيقلق عليا قوي. بيفتكروا ان ابوكي بعد 3 الصبح. شكرين يا ست، اتفضلوا اتفضلوا. بالإذن. اتفضلي اتفضلي. مع السلامة. شكرا شكرا. مع ألف سلامة، ما تقولوش لحد على المظاهر. شغل الرجالة هيبتدي بقى ومفكنا بقى من السهر والحوارات دي، عايزين نقوم بثورة بقى. هنقوم بالثورة، ما تقلقش، ما تستعجلش يا فتنة، ما تستعجلش يا لا، ما تستعجلش عشان ما تتقطعش ياض. أنا مش هتبرد ناري واهدى إلا لما انتقم من الإنجليزي اللي قلبوا لي عربية التين الشوكي بتاعتي. شفت يا دي فتلة؟ شفت؟ علشان قلت لك هات لي واحدة تنايا شوكاية وأنت اللي ما رضيتش، شفت ربنا عمل فيك إيه؟ شفت ربنا وبعدين عمل وبعدين فيك. وبعدين؟ وأنا مش هنسى لما قلبوني في نضارتين شمس من العفرشة بتاعتي وما حاسبونيش عليهم. شفتوا يا اخوانا الانجليز بيعملوا فينا ايه؟ بعد كده يا اخوانا الانجليز لازم تكونوا عارفين كويس قوي ان هم داخلين مصر عشان ياخدوا التين الشوكي بتاعها وياخدوا النظارات اللي على كل فرشه منها وياخدوا كل حاجه من كل مصري. يا اخوانا انا بناشد كل مصري موجود معانا في الحته اللي احنا واقفين فيها دي ان هو لازم ما يخافش من الانجليز، الانجليز هيعملوا لنا ايه؟ لازم نبقى اقوى منهم. ان احنا اقوى منهم ولا لا؟ اقوى منهم. Yeah.
ايه يا لالي؟ يا جون ياش عجبك الرقاصة باين؟ اوه ولدن ولدن ياش عجباني كتير كتير اوي 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 اوي. تحب ألغيها لك؟ اوكي اوكي عينينا أوكي. جون بقولك يا معلمة عايزين نسحب الخروف اللي هناك ده. عينيا بس أنا خايفة من الواد رمزي بعد ما مسكوه يفتن علينا ويشمعوا الكباريه. تلاقيش يا معلمة، الواد رمزي ده وطني وتربيتي وأنا مفيش عجل ربيته قبل كده وفلح. فرهدتوني تعذيب. انا عايز اعرف حاجه، انا عايز اعرف حاجه. انت راجل عمال اعذب فيك بقالي 10 ساعات بعذب فيك وانت مش عايز، انت مش عايز تتكلم. انا بقى في سيستم ترهيب تاني خالص. مش هعترف على دول ابن عمي حتى لو موتوني حتت. هو يا ربك ايه هو انت؟ دول ابن عمي. انا عايز اعرف انت فلاح حقيره، هو يشتغل ايه؟ هو انت مش هعترف انه فاتح بازار في ترسه في الهرم. بازار يعني هو دلوقتي بيشتغل شغلانه كبيره في الهرم. انت ايوه دول حبيبي، ده ساب الموبايل بتاعه وساب مراته وساب البازار عشان خاطر مصري يا انجليزيين. يعني هو غني، هو يصرف بسخاء علشان الفلوس دقيقين. حضرتك لا، هو مش غني ولا حاجه، ده هو مش لاقي ياكل اصلا. ده انا خارب بيته وكسر له التماثيل بتاعته. ده هي انعام امه هي اللي بتصرف عليه. امه انعام، اقف عندك هنا. تعالى هنا. انعام هي راس كبيره، هي اصرف على بدائين. قول انت، اتكلم. كذاب اللي يقول لك كده، كذاب ومش هعترف. مش هعترف. بس بص حضرتك، انا ممكن اعترف على ناس تانية، يعني ممكن الواد فتلة صاحبي انتيمي. فتلة انا عارف اسم فتلة ده، انا جي عذبته كبير. فتلة ده رفض يديني تين شوكي مجانا كلب. ايه ده هو جه هنا؟ خلاص بقى انا هعترف على ناس تانية. اتفضلي حضرتك. قول عليكم. جوني ايام جوني يا عم، انتوا سكرتوا ولا ايه؟ امال بس عاملين فيها انجليز ودماغكم تقيله. ايام جوني. اوكي درينك جوني، درينك في صحه ريتشارد قلب الاسد، وان شاء الله انجليز يعني يحتلوا العالم كله ان شاء الله. اضرب. كمان ما رايكم ان نذهب الى رحله الى القناطر الخيريه لكي نركب حمار مخطط؟ زوجتي جوانا كانت تتمنى زيارة الأهرامات. زيارة الأهرامات؟ ولماذا نزور الأهرامات وندفع تيكتس؟ نحن انجليز، وي ار انجلش بيبل، يعني ممكن نروح نحتل الأهرامات الثلاثة. فكرة جوني، ولماذا أنت أسمر عزيزي؟ أنا أسمر لأنني احتليت أسوان فترة من الزمن. أسوان لمن يريد أن يحتلها في الشتاء، لا تذهبوا إلى الصيف. Stay as you are. You. Wait, don't move. Don't move ايه يا خواجه يا حضرتك؟ I am Johnny. No, Johnny. انت كذوب ايها العادل.
كذوب ايها العادل دي شتيمه ولا مدح؟ انا لا افهم لا افهم. انت مش تدخل في شؤوناتنا. بوزو عليه بوزو. لا 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 اي ام جوني وامي جوني وابويا جوني. نو يو ار لاير. هلم على المعتقلات. فيسا فيسا معتقلات فيسا فيسا, فيسا. فيسا. يا نهار اسود. لازم تكلم. انت بتتعذب ولا بتتغرغر يا ابني؟ ما تركز. عطشان مية. شارب تلات جراني لغاية دلوقتي. ده انت خلاص قربت تتحول لسمكة. يالا على كتفها تنور، على رجلها تنور، على كل حتة تنور. يا عيني الواد كان ابيض زي الفل. حرام عليكم. تكاد عيني ان تركرك بالدموع وانا ارى ابطالا مثلكم يتعذبون. هو انت بتعذبينا ولا بتعذبي في ضميرك؟ مالكيش دعوه يا ست، احنا مبسوطين بالعذاب وبرضه مش هنقول لك اي معلومات. انت لازم تنطق، انت لازم تنطق تقول مش عينا مصر. مش هيعترف. عينا مصر. مش هعترف. هي مستخبيه فين؟ انت لازم تقول مستخبيه فين. قول. مش هعترف. قلت لك انت طرشه. انا هقول لك. حرام عليكم الواد هتغرقوه. انا هقول لك فين مصر. قول على اجل ان احنا نكف عن العذاب. قول. هقول لك فين مصر. خاين عميل ميكو سمير. انتوا شرف يو. ده احنا هنقتل الفينا بتاعتهم. انت كلم قول اين مصر. مصر لو عايزه مصر هتلاقيها جوه في قلبي. خش جوه قلبي وشقيه وخديها من جوه. بس ايه الانفعال دي؟ نو ذيس از اوفر اوفر اوفر. انا اوفر؟ لا مش انا اللي اتهزع وانا في بلدي مصر. اشتادولا انت هتكلم. اين مصر؟ انت قول اين مصر. اوكي اذا انتوا ستموتون في هذا القبو. جوني يس افتح هويس. افتح هويس. جوني اوعى تفتح الهويس. معقولة يا جوني واحدة ست تتحكم فيك وتأمرك وانت تنفذ الكلام اللي هي بتقوله؟ لا فين المرجالة بتاعت الانجليز؟ يس مش هفتح هويس. What you say جوني؟ انا اقول افتح هويس. اوكي نفتح هويس. انت هوت راسك كوة تراب. اسمها مية مش تراب. شرف. واحنا نفضل قاعدين كده ثابتين وسايبين رجالتنا البات الانجليزي الخواجات يخطفوهم مننا؟ لا طبعا، لازم نخطط وندبر عشان نطلعهم من السجن. يا بنت المرأة ترسانه اسلحه، سوق سلاح متحرك. يبقى خلاص نسن الاسلحه ونخش. اسلحه ايه دي بقى ان شاء الله؟ فين الاسلحه؟ اشحال لو كنتش انت الفساد اللي في وسطينا ده، انت رقاصه قد الدنيا ومش عارفه فين الاسلحه. معلش يا اختي سقفتها على قدها، هي عايزه كلام كده متبشر على طول يعني. يا بنت خليكي ناصحه، اسلحه المراه طعمتها. يعني بدل ما نخش عليهم بسبعين ديناميت نخش عليهم بسبعين روج. وبدل القنبله نخش بالمكحله. اذا فلتكن الحرب المشخلاه. يا ابني صدعتنا. اللي بيعذبوك مشي. يا اهبل انت فرحان بالتعذيب. عطشان ميه. يا ابني انت شارب ميه لغايه دلوقتي ما شربهاش. سلم بيتسيق ليله عيد. مين ايه؟ اكيد الناس اللي بيعذبونا. اتفضل. تعالى يا جوني اتلقى حالنا. مامي انا مش ماما. ايه ده انتوا كده ازاي؟ فين الكارتة؟ جينا نفك اصركم. بنت يا رانيا. ايوه يا قبلتي. هنعمل ايه في الملطوع ده؟ خدي ساعته وقلبي جيوبه وخدي موبايله وارميه مع اخواته الانجليز المخدرين ملقحين بره. ايه ده انتوا خدرتوا وبقيت الانجليز اللي بره؟ ايوه يا عينيا. طب مش فاضل معاكم شويه مخدر عشان الناس اللي مرميه دي؟ انا زهقت منهم مش هناخدهم معانا. لا يا اخويا مفيش وقت، الساعه دلوقتي واحده والمزارعه تطلع عندنا من الكباريه على واحده والناس، ومش هنعرف نطلع من غيركم يا رجالتنا. ايوه علشان انا اللي عارف السكه زعيم دوله، وكمان انا معايا العلم بتاع البلد بتاعتنا كنت مكمره في الشراب. بتاع البلد بتاعتنا مش عارف ايه هي البلد بتاعتنا. مصر. يلا مصر. مصر. طب يلا ايه المزارعه تطلع الساعه كام؟ على واحده والناس. على واحده والناس. ترى ما تتر. بسم
الله الرحمن الرحيم. اخواني الطلبه. طلبت ايه يا عم رائد الفصل؟ احنا هنروح نضرب الانجليز بالكشاكيل والكراريس ولا ايه؟ يا عم العضو ده. صح، فيها ايه يعني الكشاكيل؟ هنعمل من الورق بتاع صواريخ ومراكب وهنعوم وهنهيص. يا اخي ما تهيفش القضيه. اسكت اسكت اسكت. اخواني العمال. عمال ايه؟ احنا فصل على سيج. لا ما هو ينفعش يا اخوان، ما ينفعش يا اخوانا كل كلمه تردها لي كده بواحده. ايه ده الكلام ده؟ يعني انا هستحمل لغايه امتى يا اخوانا؟ انا خارج من السجن ومتوتر. ما توترونيش، سلام على متوتر. ما ينفعش حد يوترني. خلاص. وبعدين يعني انتوا غيرانين عشان الزعيم ولا ايه؟ بس يا ولد منك ليه؟ سيب الزعيم يتكلم، ده كلامه بينجط سكر. خلاص يا زعيم كمل. اخواني انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا. النهارده اليوم ده يوم صعب قوي، ويوم مصر بتمر بيه، فلازم كلنا نبقى ايد واحده. ماشي يا زعيم، عايز تتشال ولا حاجه؟ احنا تحت امرك. شوفوا لي بقى مين اللي هيشيلني. يلا بس كده، ده انا محضر لك هديه. ايه رايك في ده؟ ايه ده يا عم؟ ده انا مش هلحق اقول عاشت. لا 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 لا، عايز حد فيه صحه شويه. ماشي. اهم حاجه واحنا ماشيين في المظاهره يبقى ايدينا في ايدين بعض عشان ما نتوهش. هي رحله والسندوتشات وزمزميه الميه على مين يا ضنايا؟ واحنا ومظاهرات الستات. انتوا قدامنا طبعا، لان لازم تبقوا ماشيين قدامنا. يا لهوي، يعني هتضحوا بينا؟ ضحي بيكي ايه؟ لا بصي، عارفه حضرتك يعني ده حاجه خدناها من الانجليز لما احتلونا الفتره اللي فاتت، اللي هي ليديز فيرست، يعني انتوا قدام واحنا وراكوا على طول. يا زعيم احنا اتاخرنا بقى على المظاهره يا عم. ايوه صح صح صح. يلا يا اخوانا عايزكم تسخنوا معايا. عاشت مصر حره مستقله. عاشت مصر حره مستقله. التام او الموت بالزكام. التام او الموت بالزكام. مصر 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 مصر. الانجليز انجليز 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 انجليز. لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون دمياطيا. لا دولا حبيبي، دولا ما تموتش يا دولا. لا دولا دولا حبيبي ما تموتش يا دولا. ولا في ايه يا دولا؟ يخرب بيت. ولا ايه دولا دولا حبيبي؟ في ايه يلا؟ في ايه؟ انت بخير يا دولا؟ طب والطربوش بتاعك بخير؟ طربوش اللي انت كنت بتحلم بليالي الحلميه يالا. يا دولا ده كان كابوس. الحمد لله. بص انا مش ناقص جنانك، يلا اتكل على الله. لا اتكل على الله ايه بقى دولا؟ انا لسه ما عملتش حاجه. بص عايز اتفرج على كرتون بقى، مش هتفرج على الفدائيين دول خالص بعد كده. كرتون ايه؟ ساعتين بالليل مصحينا وعامل الدوشه دي، صحيت البيت كله. يلا يا ادي التلفزيون. لا دولا لا، انا نمت. ده انا نمت، ما اتفرجتش. اتكل على الله. يلا بره. خلاص الطلبيه كلها بعتها لي. ماشي، مع السلامه. بقول لك ايه يا دولا؟ هو مين اللي خرم الاوزون؟ يا ابني دي اشاعات يا ابني، الاوزون ما اتخرمش ولا حاجه. اسمع بقى. انا اسف، اتفضل كمل يا جزمه. احنا بقى يا سيدي ككماليات حيه لينا طبعا اوزونين اللي احنا تقريبا بنسمع بيهم دولت. كوكب الارض. كوكو اسمه كوكو ده على اساس ان الارض على شكل بطه يعني ولا ايه؟ لا لا لا، مش هعرف اكمل. انا اروح بقى ادي معلومياتي دي لحته وفقتله. غور يلا ما تكملش في 60 داهيه. حاضر يا دوله هكمل لك. كوكو الارض ده بقى ليه اذن واحده بس بيسمع بيها، المعلمين سموها الاذون. المعلمين اللي هم زي العلماء يعني سموها الاذون. ده حاجه حلوه قوي. ابتديت تفهمني يا دوله، ابتديت تفهمني يا ابن عمي. الاوزون بقى دون اتخرم. الاوزون اللي هو زي الودن بتاعت الكره الارضيه اتخرم. ده حد مثلا جه في الودن دي وقال توت، ولا مثلا الكره الارضيه بتستحمى دخل في ودانها مثلا شويه صابون وميه. بونجورنو سينيورا. بونجورنو سينيوريتا. اهلا اهلا دولا. هي ايه اللغه دي؟ ايطاليا بتاع كاوكاو، ايطاليا جاموسة. invece di uscire con gli amici preferisco passare in Egitto in lavoro o in vacanza. طبعا يعني، بس حضرتك يعني احنا كسبانين في الحته 2 جنيه يعني، ده اقل حاجه نقدر نكسبها، ما نقدرش نقلل عن كده يعني. La mia vita adesso è un po' diversa da allora.
طبعا، لكن حضرتك يعني مبلغ زي كده يعني لازم يكون جاهز من الاول، فاحنا هنديكي لازم يكون جمله، لازم يكون في سعر جمله يعني عشان نقدر نكسب يعني. طب بقول لك ايه يا دوله، ما تيجي نديلها من التماثيل المكسره. ايه مكسر دي لفوق ايه؟ انا من نيابل بحاره سباجيتي. طلعت من نابولي يلا حاره سباجيتي. بصي حضرتك بقى، حاره سباجيتي، حاره موتزاريلا، حضرتك احنا عندنا الاسعار ما فيهاش نقاش، احنا بنخفض لك حاجه بسيطه بس عشان ايه الجيره اللي بيننا وبينكم في ايطاليا يعني. لا لا يا دولا، احنا لازم بقى نكرمها شويه، يمكن نطلع بكيسين كشري. انا مش جايه اشتري، انا جايه ابيع تماثيل فرعوني. جايه تبيعي تماثيل فرعوني؟ حضرتك يعني انا عمري ما سمعت ان القدماء المصريين عملوا هجره غير شرعيه لايطاليا، ده عملوها من زمان بقى ولا ايه؟ حبيبي احنا هنبيعوا تماثيل مقلده زي دوله الصين عمل فيكم، فاحنا عاوزين ناخد شغل كله من الصين. تاخدوا الشغل من الصين؟ معلش انتوا كده بتصفوا خلافات بين الدول وبعضيها، يعني عايزين تنافسوا الصين، دي حاجه بينكم وبين بعض، انا مالي؟ احنا هنديكم نصف اسعار الصين. لا 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 مش هينفع. بص حضرتك احنا خلاص ادينا كلمه يعني للحاج ملك الصين، يعني انا شخصيا اديتها له الكلمه دي، يعني احنا مش هنقدر نطلع قصيرين معاهم، كفايه هم اصلا قصيرين. كلمه اللي اديتها للحاج ملك الصين، طب اسمه ايه ملك الصين؟ جاكي شان. ليك قريت المعلومه في حته ولا حاجه؟ عموما انا ما اديتش كلمه لحد، وانا صاحب البازار، البازار ده بتاعي وانا اللي بتكلم هنا. بس المهم البضاعه هتوصل امتى؟ استبر شويه، البدع مشونه في ميناء القاهره. يا دول اسمعني بقى، خد من رمزي بقى كلمه بقى، التماثيل دي ايطالي يعني بتاعت مشاكل، مش بعيد تلاقيها بتلعب كره جوه في المخزن. يا دول قلنا تماثيل بتاعت باولو روسي، ما بتقول لك تماثيل فرعوني يا اخي، انت بتتكلم ليه؟ مالكش نو نو نو. ماشي عزيزي، هنحتاجه الى سجل ضريبي حتى تتموا عمليه الاستيراد والتصدير بالسلامه. بالسلامه ان شاء الله، تتم بالسلامه سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وكل اللي انتوا عايزينه، ما دام ما فيش فلوس هتدفع متفقين. قشطه قشطه. خلاص ماشي ماشي، هبعت لك كل البضاعه اللي انت عايزها، مع السلامه. ايه رايك بقى معلم، جبتك هنا اهو بقى عشان اعزمك بمناسبه الصفقه الجديده بتاعتي. ربنا يخليك ليا يا رب يا دوله. هتجيب لي كوكتيل؟ ياد كوكتيل ليه يا ياد، انا بقيت راجل اعمال جامد جدا، مش اقل من غدا وايطاليان فود يا معلم. فول؟ ماشي يا دوله، بس بقى بالزيت الحار. ايه ده يا حضرات، معلش دي ترابيزتنا يعني. سيبهم يا دوله اهو، نتفرج على حاجه واحنا بناكل يا دوله. انا استحاله اطلعها الا لما استرد كل اللي دفعته، دفعها عمري. كوبايات حضرتك هتقع. ما تقع، خليك في حالك. هلا ولا ايه يالا دي؟ ايه يالا دي؟ لا 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 حضرتك خلي بالك يعني، وانت بتكلم رمزي، وبعدين حضرتك دي ترابيزتنا، وقوموا بقى لو سمحتوا. انا مكسل، قوم انت. قوم انا ايه يعني حضرتك؟ لا يعني ايه مكسل دي؟ لا ترابيزتنا لو سمحت قوموا يعني. يعني ايه يالا ترابيزتك؟ انت اللي شاري العيش بتاع الكافيه؟ هتخش لي بقى في سكه ان ده كافيه الحكومه والكلام ده ولا ايه؟ طب يلا بقى من هنا بدل ما نرش ميه عليكم قدام الترابيزه. يلا 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 يا غبي يا غبي، انت بترش عليا انا. اسمع يا فتحي، انا هكلمها لك، دي بنت عمتي وهي هتسمع كلامي. ايوه يا سوزي، خلصت النمره؟ يا سوزي انا زعلان منك، هو عشان جوزك ابن حلال وموافق على اللي انت بتعمليه تقومي تعملي فيه كده؟ يا ست هو مالكيش ما تشتغليش، شغلي رقاصه زي ما انت عاوزه، بس ده جوزك يا سوزي، يعني يرجع اخر الليل يلاقي عشاء. هات اكلمها. لا 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 هات اكلمها. ايوه يا سوزي هات اكلمها، ده موبايل انا. هات. ايوه يا سوزي، ايوه يا سوزي. ايه يا ستي، ايه يا ستي، ده تليفوني حضرتك وهم عمالين بيتكلموا فيه من الصبح. طب وانا مالي اذا كنت انت كارت، انا اعمل ايه؟ لا 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 حضرتك عندك التليفون بتاع الكباريه، اكيد في دولي واكيد في مباشر وكل حاجه، امال بتمشوا شغلكوا ازاي؟ بلاش بقى الحركات دي. هات اكلمها. هات. ايه ده؟ انت بتقفل السكه في وش سوزي؟ لا لا يا دوله، ما يصحش يعني تتعامل مع الجنس النايم بالشكل ده. جنس ايه اللي نايم يا ابني؟ دي رقاصه زمانها صاحيه. مالها رقاصه؟ هي مش لحم ودم زينا؟ لحم ودم وسيليكون. سيليكون؟ انت يا ادم، انا ولا الرقاصه؟ ده انتوا نهاركم اسود. دولا
دولا انا سامع صوت كشافات في عينيا. انت هتعمل لي فيها بلطوات يعني ايه؟ بتشوف ودانك؟ اهلا يا سيد عادل، شرفت يا سيد رمزي. ايه ده؟ ايه ده؟ انا الصوت ده سمعته قبل كده. هو حضرتك بتاع سوزي؟ انتوا في المخابرات العامة المصرية، معاكم المقدم نبيل الحلفاوي والعقيد يوسف شعبان. طب النقيب محمد وفيق فين امال؟ النقيب محمد وفيق في مهمة تانية، خلينا احنا في عملياتنا. انا عايز حد يشيل الغمامة دي من على عينيا. الغمامة على اساس انها هتمطر، شيلها له بعد اذن اهو. انا ونبيل الحلفاوي مراقبينكم من فترة طويلة قوي، للاسف انتوا متورطين في عملية امن دولة كبيرة قوي. امن دولة ايه حضرتك؟ لا يا فندم، انا بحب مصر جدا، واخر مرة مصر كانت في كاس افريقيا كنت بشجعها جدا، وكنت بعد اقول تيت 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 مصر، ايه اللي حصل مننا يعني؟ مطلوب نكون صحيحين اكتر من كده. حضرتك خلاص يبقى البن عليكم. وانا عايز سندوتشات عشان انا لما باكل بسهر على طول. ولا ما تزودش الطلبات، يلا ممكن يجيبوا لك اللي انت عايزه بعد كده يخصموه من الضرايب. انا عارف ان انتوا مواطنين شرفاء صالحين فعلا، لكن اعداء الوطن ما سابوش لمحب الوطن حاجة. يا سلام، فعلا يا فندم على رأي المثل، ادي العيش لخبازه. وعلشان كده احنا جبناكم هنا بخصوص الجاسوسة اللي اسمها ماتيلدا باولو. تعرفوها؟ لا حضرتك ما نعرفهاش. لا ايه يا دولة؟ لا ايه يا عم؟ لا حضرتك احنا نعرفها، انت من اولها هتنكر اللي جات لنا البازار النهارده بتاعت التماثيل. خرب بيتك. يا فندم سيادتك، اعرفها سيادتك يعني يا فندم، بس انا يعني كنت متلخبط. كويس انك افتكرت قبل ما نحطك على جهاز كشف الفكر. يا فندم انا ما كنتش اعرف انها جاسوسه. طب وحيات علم مصر، وحيات الاهرامات، وحيات ابو تريكه يا راجل، والله ما كنت اعرف انها جاسوسه. انا بقى كنت اعرف، لان هي فعلا كانت شكلها سوسه كده. اهو اعترف سيادتك يا فندم، امسكوه بقى اعدموه بالكرسي الكهربائي حضرتك، غرقا بالرصاص، اعملوا فيه اي حاجه. ده حضرتك بيشغل جاسوس لخمس دول. عموما احنا مفتحين ومسكين خيوطات اللعبة من الأول. أنتم مطلوبين في مهمة وطنية مع الجاسوسة ماتيلدا باولو. تحت أمرك يا فندم، لو سيادتك يعني عايزنا نعمل أي حاجة أنا تحت أمرك. ممكن أزرع لها مثلا ميكروفونات في الشنطة بتاعتها، أو أكتبها شيكات بالحبر السري. التماثيل اللي قالت إنها هتوريها لكم محشوة قنابل ومتفجرات. يا نهار اسوح، كانت عايزة تفرقع في التماثيل عشان تخسرني كمواطن مصري ولا رمزي؟ دولة، ايطاليا اعلنت الحرب عليا. يالا مش ايطاليا بس يا عادل، ماتيلدا باولو معاها فوق ال 14 جنسية. 14 جنسية؟ دي بتتاجر فيهم دي ولا ايه؟ انا هفهمك. ايوه يا ابني، اديني رائد صبر عمنا، وانا كل ما اطلبه يطلع في الحمام. خلاص اديني اللواء صلاح ذو الفقار. ياه، نفسي اشوف نيلي. نيلي ايه يا ابني وانت في مسبيرو؟ ما تهبط يا تهبط. مقدم نبيل شغل الجهاز. دي بقى صور ماتيلدا باولو بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وهي كانت سبب في تفكيكه. اكيد حضرتك يعني هي اللي يعني فتنت على الحزب الشيوعي بتاع يلسن مثلا. واللي معاها ده بقى ماركو فان باستن، ايام ما كان جاسوس قبل ما يلعب كوره، كونوا مع بعض خليه تجسس ماجوره وتعاملوا مع كل دول العالم. اكيد طبعا ضربوا اسعار يعني عشان ياخدوا المقاوله بتاعت الجاسوسيه دي بسعر رخيص. بقول لك يا دولا، هو الجاسوس بياخد كام في الشهر؟ لا بياخدها بالقطعه مش بالشهر. السنه اللي فاتت بقى حاولت تجند الحضري عشان ينقل لها اخبار النادي، لكن هو رفض وصد الهجمه. الله الله يا حضري، ارقص يا حضري، العب يا حضري، ارجع بقى يا حضري. دولا يبقى خليه بقى يجيب شقه بطيخ وهو راجع. ونبعتهم برضه يجيبوا لنا جبنه. على فكره يا فندم سيادتك، حكايه المخابرات دي بتجوع قوي زي البحر بالظبط. انا بقى اسكت جروها عشان تجرجروها. الله عليك يا نجم، هو ده الكلام. واحنا هنكون متابعينكم، بس مش عاوز يبان عليكم حاجه. لا ما يكونش عندك فكر خالص، احنا من حيث التنكر فاحنا متنكرين اصلا. ده انا ساعات ما بعرفش نفسي. امن مصر وسلامتها بين ايديك يا سيد عادل. حضرتك طب يعني ان شاء الله ما العمليه دي تتم بسلام، يعني احنا هناخد ايه؟ طمنوا يا اولاد، مصر عمرها ما بتنسى اولادها. دولا بقول لك يا دولا، اسمع بقى، انا جايب لك شغل تجسس، انما ايه؟ لوز.
شغل تجسس لوز ده. ايه التجسس اللوز ده؟ حته وفتله دوله طلعوا بوليس. بوليس هيفجروا في الشيشه ولا ايه؟ لا يا دوله، انا امبارح بالليل سمعتهم وهم مش واخدين بالهم ان انا سامعهم، سمعتهم وهم بيتكلموا عليا، وقال ايه مش راضيين بالاسم اللي انا عملتها لهم بتاعه رغيف الحوشي اللي انا سرقتها من عند بتاع عم عبده بتاع الحواوشي. ولا رمزي، معلومات دي خطيره قوي، يلا اوعى تقولها لاي حد، وخصوصا يوسف شعبان ونبيل الحلفاوي. احنا هنفضل صبيان مخابرات لحد امتى؟ احنا عايزين بقى ربنا يكرمنا ونفتح شركه مخابرات خاصه لينا احنا بقى، نكونها واحده واحده، وجهاز جهاز، وشركه شركه. لان يعني انا بفكر كويس قوي، لان في واحد اتفقت معاه هيجيب لي جهاز كشف الكذب بالتقسيط، استعمال خفيف يعني كذبتين ثلاثه كده. الله عليك يا دوله. طب وانا بقى هتشغلني ايه بقى معاك في ديا بقى؟ انا هشغلك مثل حي. ليه يا دوله؟ مثل حي يعني لو اي حد عايز يتجسس ولا حاجه اما افرجهم عليك ماشي هيخافوا يتجسسوا بعد كده. اهو ده المثل، ده اللي بيحصل للجواسيس اللي بيتقبض عليهم. ماشي يا دوله. واحنا هنفضل صغيرين لامتى يالا؟ وانا هفضل شغال مع يوسف شعبان بشنبه ده؟ انت عارف يا دوله، انا شاكك ان هو حاطط كاميرا في شنبه مخبيها. بس جم يالا. جم مين؟ جم يالا. مين؟ اعداء الوطن. تشاو سينيورا. تشاو سينيوريتا. اهلا. اقدم لكم جوز اختي مارلون براندو. مارلون براندو؟ لقيتيه في انه نادي فيديو ده؟ مارلون هو اكبر مندوب تسويق تمثيلي في العالم. طب ما يسوق لنا التمثال بتاع رمسيس الثاني، لان صراحه يعني متمرمط معانا اللي هو التمثال ده. شويه في صلاح سالم، شويه لا في مدار رمسيس، شويه في مدار الرمايه، يعني صراحه بيكلف يعني. ده غير بقى اكله وشربه وسجايره وكل ده من شهريه الدوله. وصراحه الدوله ما قصرتش يعني، بس يعني دي مصاريف كتيره قوي يعني عليها، على اساس ايه تمثال وكيف؟ ومش معقوله يعني. لا احنا عندنا خطه متخططه تخطيط بخطوط مخطوطه عشان نشتري مصر كلها، قصدي نشتري تماثيل مصر كلها. اشتروا تماثيل مصر كلها؟ طب ما تسيبوا لنا تمثالين ثلاثه للواد رمزي يكسرهم يعني. انا بموت في التماثيل. بص انا عايز معبد لوحدي افتح فيه بازار. لا دي صفقات كبيره مش هوانها دلوقتي. المهم دلوقتي عندنا ان احنا نخلص من الشغلانه المنيله بستين نيله دي عشان كله يرزق. كله يرزق؟ ماشي يا عم مارلون، مع ان فيلمك الاخير ما كانش عاجبني ادائك اللي هو السهل الممتنع ده. جوز أختي مارلون سوف يقوم بتسليمكم صفقة تمثيلي ومن ثم. إيه من ثم دي؟ لا 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 معلش، حضرتك تحترميني أحترمك، هتقولي من ثم ونغلط في بعض؟ لا معلش. لا هي قصدها يعني أوامك يعني. أوامك ماشي، إذا كان على أوامك إحنا جاهزين. مارلون سوف يكون معكم خطوة بخطوة التي تليها. أوكي، هيبقى الخطوة التي تليها عادي جدا. حتى يقوم بتسويقها. ماشي، احنا متفقين على كل حاجة، مش اتفقنا احنا؟ احنا اتفقنا خلاص. مش انتوا هدف، الهدف ان احنا المنطقة تكون عجة بالسكان، يعني كل شازية توصل، قصدي كل قطعة من التماثيل توصل لكل فرد من مصر العزيزة. مصر العزيزة، واضح ان انت بتحب مصر قوي يا خواجة. انا بحبها كتير، انا شربت من نيلها. شربت من نيلها انت وشيرين في كوباية واحدة بقى اللي هي ما شربتش من نيلها. المهم يعني هتسلمونا امتى وفين؟ غدا هنا في البازار. يلا يا مرلون. يلا حبيبتي يلا. الاب الروحي. فهمت حاجه يا رمزي؟ لا. يعني يا يوسف بيه، حضرتك بذلت واضح مجهود كبير قوي في التنكر، يعني ما عرفتش تعمل حاجه في شنبك ده؟ دولا افتش على شنبه، يمكن نلاقي الكاميرا ناخدها ونروح بيها القناطر نتصور. انا مش قلت لك تخفي شنبك شويه؟ يا اخي اهتم بشنبك زي ما بتهتم بشغلك. سيبك من شنب الوقت يا نبيل. المهم وصلتوا ليه؟ وصلنا حضرتك مصيبه سودة. يعني حضرتك تخيل جايبين التماثيل وعايزيننا ان احنا نوزع لهم التماثيل دي في اماكن مليانه سكان، بتاع عجب السكان يعني، او اماكن سياحيه. مش هيلحقوا يوصلوا للخطوه دي. طب بصوا يا رجاله، احنا ممكن نخليهم ياخدوا التماثيل ونروح وراهم نفجرها في بلادهم تحت بيتهم. لا احنا مش زيهم، احنا ما بنقابلش الشر بالشر. ايوه صح، لان دايما الخير بينتصر في النهايه على الشر، انا شفت كده في كل الافلام. طب حضرتك يعني تأمرونا بايه؟ نعمل ايه؟ بصوا انكم تصدروهم لمكان واسع، وده هيسهل عمليه اطلاق النار لو استدعى الامر. بس يبقى في الأ...
يبقى في القهوه بقى يا دوله، علشان حتى لو ضربونا بالنار نقوم نرش عليهم ميه مغليه في وشوشهم. يا غبي يا غبي يا غبي، هتجيب ميه مغليه منين؟ ما انت ساعتها ممكن تكون واخد ضربه في رصاصه مثلا في صدرك ولا حاجه، هتقعد تسحف لسه للغلايه يا هبل. انا ما اقومش لحد يا دوله، انا الواحد الشاي اللي انا هطلبه يجي لي القهوه. اسكت وطي صوتك، انت بتشوش على الجهاز اللي معايا. اقبضوا عليه بقى يا فندم، يا فندم حضرتك اقبضوا عليه، ارحموا مصر، ارحموا الوطن العربي كله. حضرتك ده جاسوس، ده بيتجسس لحساب غبائه يا فندم. تقترح المكان ده فين يا مقدم نبيل؟ اعتقد يا عقيد يوسف شعبان ان احنا محتاجين مكان واسع وفي نفس الوقت ضيق علشان ما يقدروش يهربوا مننا. بس انا عرفت المكان ده، احنا نروح بيت دولة، والبيت دولة ده لا يعك بالسكان. يا ابني ده بيعك وبيزفرط بالسكان. اسكت انت. مش مهم يا عادل، مش مهم، كلنا فداء مصر. ايوه كلنا فداء مصر او فداء الشندويلي. بس حضرتك يعني البيت مليان ستات، امشيهم ازاي؟ اقول لهم ايه؟ هقولك، بعتهم يجيبوا ورقة بوسطة. بس يا فندم حضرتك ورقة البوسطة دي من زمان، من أيام فؤاد المهندس، الحكاية اتغيرت دلوقتي. أنا هتصرف، أنا هتصرف، مع إن الحكاية دي هتكلفني فلوس كتيرة جدا، بس برضو كله فداء الشندويلي. خلاص اتفقنا. حضرتك العنوان أهو عشان تيجوا عليه على طول. إيه ده؟ واضح إن حضرتك مدرب على البلع يعني. مهم جدا إنك ما تسيبش أي أثر وراك. عارف انت عارف يا دولة، انا احسن منه على فكرة. انا وانا كنت زمان كنت بمسح السبورة بلساني. ايه ده؟ ده انت فصيلة نادرة، احنا محتاجينه ناخده يبلع الورق المهم وبالمرة الزبالة. لا يخرب بيتك، هتشتغل معزة في المخابرات يا لا. بس خلي بالك بقى ما تقعدش تمقمق طول الليل وطول النهار، لان برضو سيادة اللواء صلاح ذو الفقار بيحب يقيل ساعة الظهرية هو والنقيب اشرف زكي. بكرة الساعة 5:05 هنبقى في العنوان عندكم ومتنكرين. الله الله على الدقة، بص الدقة بتاعتهم يلا 5:05. أكيد بقى بما إن انتوا دقاق قوي كده فهتيجوا متنكرين في زي ساعة حيطة مثلا. ستر داش. طيب فين بقى المسدسات؟ ليمونة عليها المسدسات اللي ما بتخلصش دي عشان نفرتك العصابة. ده مسدس 6 ملي، خلي بالك منه، ده عهدة. عيب، ده احنا نزودهولك يا اسطى. اطمن، ما فيهوش ذخيرة، الذخيرة شحة، التجار خافينها من السوق سعرها ولع، بس احنا مقدمين على طلب، يمكن نحتاجها. دول احنا لازم بقى نجرب المسدسات دي علشان لو طلعت بايظة نعرف نرجعها. ترجعها ايه وانت شاريها من مكتبة يا ابني؟ وبعدين ما انت فكيتها من الكيس بتاعها، ما حدش هيرضى يرجعها لك يا غبي. طب افرض بقى دلوقتي الرش بتاعها خلصان. رش ايه يا ابني؟ ده انت طالع تصطاد عصافير، ده انت طالع على عصابه، وعصابه جامده جدا يلا. ماشي يا دوله، طب هنعمل ايه طيب؟ هبص مساله بسيطه خالص، هنعمل لك بروفه دلوقتي. انا دلوقتي كان انا البوليس وانت العصابه. انا العصابه لوحدي؟ يا سيدي انت رئيس العصابه والعصابه غايبه النهارده، اتصرف. هتعمل ايه؟ هخصم لهم ولو كرروها هبلغ عنها. ماشي ماشي، انا دلوقتي البوليس، هقول بوليس، هتجري، هقوم شنكلك، تقوم انت واقع على الارض والمسدس يبعد عنك، اقوم انا ايه طالع على نفسك واخد منك المسدس واقتلك على طول. اتفقنا؟ اتفقنا دولا. طب ما انت معاك مسدس يا دولا، اقتلني وخلاص بيه. يا ابني المسدس بتاعي في الكيس بتاعه عشان اما ارجعه يا غبي. ها جاهز؟ جاهز يا دولا. يلا يلا بوليس، العصابه غايبه، فوت علينا بكره. علينا بكره ايه؟ يلا اجري عشان اشنكلك يا غبي. بوليس، المسدس وقع. اقتلني بقى، اقتلني بسرعه. سهله، قوم بسرعه يالا، العصابه وصلت بسرعه يالا. بدل ما يقتلونا احنا الاثنين خلي المسدس معاك. دري دري دري، ها خبيه، انا اروح افتح. ماشي بسرعه دوله. احنا جينا، احنا جينا، احنا جينا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. هذه هي التماثيل. طيب ما حدش بقى يولع اي سجاير جنبيها بس والنبي عشان ما شاء. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. يا ترى هم فين؟ هم فين؟ هم مين؟ ارى انكم متوترين. انا شايف انكم متوترين. لا ويلي وتوترنا يعني. الجرس جرس 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 جرس. مش عاوزين زباله؟ لا شكرا، ما عندناش، مش عايزين. طب ما فيش عندكم هدوم مكويه عشان ناخدها؟ المكوي كله هنا هو يا معلم.
انت كده بقيت الموزع الوحيد لستاير حمام مستورة في منطقة الهرم. يعني ان شاء الله يا معلم مستورة اكون عند حسن ظنك، وباذن الله البضاعة دي قبل ما الشهر ده يعدي تكون البضاعة كلها اتباعت باذن الله. واحنا كمان مش هنسيبك، انا من وقت للتاني كده هعدي اشقر عليك عشان نتابع شغل عندك اول باول. خلاص متفقين، بس زي ما اتفقنا البضاعة دي لما تتباع هديك فلوس ان شاء الله. اوكي سلام. مع الف سلام. مع الف سلام. انت يا زفت ايه اللي اخرك؟ الراجل جه ومشي من غير ما يشرب الحاجه الساعه، ايه اللي اخرك؟ ايه دول؟ مش انت قلت لي ما تعديش الطريق يا دي رمزي الا بعد ما العربيه تعدي الاول؟ طيب ايه اللي اخرك؟ ده كشت في وشنا اربع ساعات يا دول الطريق فاضي ومفيش عربيه واحده راضيه تعدي. خرب بيتك. الرحراحه اللي انت فيها دي يا بيبي، هو انت النهارده ايه مش نازل بازار ولا ايه؟ لا بازار ايه، ما خلاص بقى زمن الطور اللي بيلف في الساقيه ده انتهى، انا ابن النهارده. يا خبر اسود، ابن النهارده؟ خلاص الفلوس جريت في ايديك تتنكر لامك، دي اخر تربيتي فيك. لا يا ماما مش ابن النهارده، يعني انا مش ابنك. لا لا لا، يعني انا قصدي يعني ان خلاص من النهارده والحمد لله بقيت حصريا المحتكر لستاير الحمامات في القاهرة بالكامل. ستاير الايه؟ مش فاهم. لا بس مش اي ستاير حمامات، لا ستاير الحمامات اللي انا اقصدها يعني اللي هي ذات الرسومات والنقوشات الفرعونية. انا بعوني الله هخلي كل الناس تطرطش جوه، ما حدش هيطرطش بره. بس انت مش ملاحظ يا بيبي ان انت مستعجل شوية في قراراتك في المشروع ده؟ لا لا انت مش فهماني، انا البازار هيشتغل زي ما هو، يعني هبيع بردي وتماثيل وكل حاجه زي ما هي، بس بالاضافه لده الستاير. يعني مثلا اللي هيجي مثلا يشتري من عندي تمثال نفرتيتي هياخد معاه ستاره حمام تمثال نفرتيتي، اللي هيجي يشتري تمثال ابو الهول هياخد ستاره حمام تمثال ابو الهول. لا للاسف الستاره دي لسه ما جاتش، دي في الطلبيه اللي جايه ان شاء الله، بس بعون الله بجد انا هلم السوق كله في ايدي، السوق كله هيبقى بتاع عادل سعيد، وساعتها بس مش هبقى محتاج اي حاجه. انا حاسس ان انا النهارده حتى لو رحت على البازار هلاقي البضاعه كلها اتشطبت. السلام عليكم. قوم يلا يا رمزي، استعد على الكرسي بتاعي ولا ايه؟ اتفضل يا دولا. ايه يا عم اللي اخرك كده يا دولا؟ ده انا من الصبح عمال احاول اكلمك ومانيش عارف. يا ابني كل رجال الاعمال والشخصيات المهمه ما بيروحوش الشغل الصبح كده، هو مع الصبيان يعني. ايه ده؟ اهو زي ما انت شايف يا دولا مفيش بضاعه من الصبح، احنا قاعدين بنش يا عم. ايه ده؟ مفيش بضاعه؟ ياه الحمد لله اخيرا المشروع بتاعي نجح كده، الواحد بقى يقدر يمشي بقى في الشارع رافع راسه قدام اصحاب البازارات التانية. ياه كان نفسي من زمان يلا ان انا ابقى ماشي رافع راسي، وان يبقى عندي كمان بقى ايه شاليه في الساحل اللي هو بتاع شبرا ده. الله يبارك فيك يا دولا، والله انت والله ابن حلال. ابقى عزمني بقى في الشاليه بتاعك ده اهو. دولا قال يعني ايه شاليه؟ مش عارف يعني ايه، يعني مثلا لو في شويه بضاعه هنا وحد جه شالها فانا باجي اقول لك ايه هو شاليه، فانت تقول لي مثلا شال تماثيل شال ورق برد كده يعني. ايوه دولا صح. اكلم بقى المعلم مستوره دلوقتي اقول له بقى يبعت لي ستاير جديده غير اللي اتباعت دي. بس برافو عليك. ايه رايك؟ والغريب بقى ان البضاعه كلها اتباعت مع الستاير في وقت واحد، يعني بجد. ايه ده؟ وفي التليفون. ايه ده؟ في ايه؟ وانا رمزي. ايه دول؟ انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ كنت قاعد بحاول اكلمك يا عم ومانيش عارف. وما كلمتنيش ليه؟ عشان مفيش تليفون. مفيش تليفون رمزي؟ ايه البازار اتسرق يالا رمزي. اتسرق؟ ايوه اتسرق. يا ترى مين اللي سرق؟ ايه ده؟ ده اللي سرق البازار سايب الكارت بتاعه. بضاعتك عندي، شوف البجاحه بتاعته. عارف يالا رمزي؟ اللي سرق البازار ده اكيد مراقبنا،
وعارفنا كويس جدا، وعارف انا امتى بمشي والغبي بيبقى امتى موجود، ويقدر يخش ساعتها على البازار يسرق الحاجه. صح صح يا دولة، مش بعيد ابدا ان يكون بيعد علينا دلوقتي انفاسنا. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ 3-4 بعد انفاسي يا دولة. بص مش وقت غباوتك خالص، انا مش ناقص. ايوه دولة، طب ما هم ما هو انا دولة نظفوا البازار من البضاعة دولة، ده مش بعيد يا عم ياخدوا البضاعة دي ويفتحوا بازار جديد ويسموه بازار رمزي. انت قلت ايه؟ عيد الكلام اللي انت قلته ده. عيد الكلام اللي انت قلته ده يالا، عيده تاني. ممكن يفتحوا بازار جديد بالبضاعة دي. ايوه، ويسموه بازار رمزي. انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ والله يا دولة دي زلت لساني يا عم وربنا يا دولة. انا ما اقصدش يا دولة. طب ما انا قبل كده هون قلت لك يعني ما نظف البازار من البضاعة. انا عمري نظفت البازار؟ اهو يا دولة، شفت بقى ان انا مش انا دولة؟ والله عيب عليك يا دولة، ده انا ابن عمك يا دولة ووافديك برقبتي. تشك فيا؟ تشك فيا يا دولة؟ لا خلاص. خلاص يا رمز، خلاص خلاص خلاص، معلش انا اسف ان انا يعني اتكلمت معاك يعني كده وشكيت فيك. معلش يا رمز، بس شكيت بسرعه قوي يا دولة. يا رمز خلاص بقى، خلاص بقى، مش زعلتش بقى؟ مش زعلان خلاص بقى، قلت لك ما تزعلش، انا مش ناقصه. امال ايه بس؟ ايه بس؟ وكمان بقى دولة يعني انا بكلفتك للنهار يعني، والبضاعة ام 5 بقولك عليها ب10 وبقوم ضارب 2 جنيه في جيبي، وعمرك ما حسبتني ولا شكيت فيا. والدولار يا دولة بيبقى ب4 جنيه وبقولك ان هو ارخص، يعني تيجي ده دلوقتي تجرحني كده وتشك فيا؟ ما انا قلت لك خلاص بقى، انت تعمل لي فيها مصطفى قمر. ما خلاص يا عم، زعلت زعلت. ولا مش ناقص غباوتك خالص. اسكت بقى اسكت. حاضر يا دولة. امال مين بس؟ مين مين دي بقى يا دولة اللي يقولها البوليس؟ بوليس ايه؟ ولا بوليس؟ انت استهبل؟ انت استهبل؟ انت عايز تفضحني في وسط اصحاب البازارات؟ لو عرفوا ان انا على الحديدة هيبقى سمعتي ايه قدامهم؟ بلاش البوليس خالص، انا اللي هدور بنفسي، انا اللي هدور بنفسي. وبعدين لعلمك انا عندي معلومات جامدة جدا تساعدني ان انا اقدر ادور على الحرامي بنفسي. لا يا راجل، طب ايه المعلومات دي يا دولة؟ معلومات دي بسيطة جدا، المهم دلوقتي ان احنا لازم نبقى مركزين كويس قوي، لان اكيد الحرامي مفيش جريمة بيعملها كاملة. يا نهار اسود، يعني لسه الحرامي هنا؟ لسه الحرامي هنا؟ خد تعالى، مش ناقص غباوتك. لا يا لا، بص اللي انا قصده ان اكيد في دليل هيكون الحرامي سابه في مسرح الجريمة. بقى يا دولة ده معقول؟ يعني بيتك اتخرب والبازار اتسرق وليك نفس تروح مسرح؟ ولا مش ناقص غباوة، مش ناقص غباوة خالص. ايوه ما مصر. بس ها المثل بيقول ايه؟ اربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. خلاص انا بقول هتطربت هنا على ماك. لسه واقف؟ فك الحمار، خلاص فك الحمار. يا دولة اتأخرت ليه يا دولة بقى؟ اتأخرت يا ابني، بخلص بنجز يا ابني، عايزين ننجز لان انا لازم احل القضية دي النهاردة، ما عنديش وقت. جبت العدة وجبت الهدوم اللي هنتنكر بيها وجبت كل حاجة. الله عليك يا دولة، قضية كبيرة. الله، امال ايه يا ابني؟ قضية كبيرة ولازم احلها يا ابني، لان انا بص يا رمزي هضطر اسفا ان انا استعين بيك معايا عشان نحل القضية دي. طب ما تستعين بظابط احسن يا دولة. استعين بظابط ايه يا ابني؟ الفرق اللي بيني وبين الضابط 4 سنين. أنهم دول؟ هم تدول الأربع سنين بتوع كلية شرطة. بس أنا بقى إيه، ممارسة يا معلم، أنا ياما اتسرقت. بس أنت عمرك ما عرفت مين اللي سرقك يا دولة. أهي المقاوحة بتاعتك دي هي اللي هتخليني أشك فيك تاني. أنا آسف، أنا آسف يا دولة، خلاص مش هتكلم. هنعمل إيه بقى؟ أنا سخنت دلوقتي يا سيدي. أدي العدة وأدي العدسة. بص بقى يا معلم، ده الدقيق، عايزك تمسك الدقيق ده يالا وترشه على الارضيه بتاعت البازار، ها، عشان لما الحرامي يمشي ويدوس على الدقيق نعرف مقاس رجله يالا. اه يا دوله صح، بس ايه اللي هيجيب الحرامي تاني يا عم؟ ما خلاص شطب البازار. هو انت هتقوح معايا؟ هتقوح معايا، هضطر استعين بحمار تاني غيرك خالص. الحرامي لازم هيجي يالا، لان انا قريت مره معلومه يعني كانت في سوبر ميكي بتقول ان اللص يعود دائما لموقع الجريمه عشان يطمن يعني. الله عليك يا فاهم يا فاهم. يلا اتكل على الله. من هنا بقى عشان اللص ده اهو. ايوه دوله اهو كده. يا ده انت ما عرفتش انت ان انت حويت كده اهو يا دوله. ده هيقع في شر اعماله، هيقع في شر اعماله. استنى يلا استنى استنى استنى. بس
لقيت الحرامي. فين يا دولة؟ اهو ادي اهو رجل وادي رجل وادي رجل وادي رجل وادي جزمة وادي جزمة. ولا رمزي انت بتلبس جزمة مقاس كام يالا؟ 40 يا دولة. 40 فلتت مني. الحرامي بيلبس 41، فرق نمرتين بس عنك. بس مش اشكال مش اشكال، معلومة وعرفناها الحمد لله، معلومة وعرفناها. اللص يرتدي حذاء مقاس 43. الله، انت مش قلت 42 يا عم؟ ولا ما تقوحنيش كل شوية، لا ما تقوحنيش. اسمع الكلام وانت ساكت. ماشي انا اسف. شيل الحاجة دي شيل الحاجة دي، هنخش على الخط بقى على طول. ماشي يا دول. ايه ده يا دول، احنا هنعمل ايه؟ نعمل خطة يلا. امال انت فاكر ايه؟ الخطة. وركز معايا في الخطة دي، عشان لو الخطة دي باظت هضطر اعمل خطة تانية. ايوه دولة، طب ما تعمل الخطة التانية على طول. تصدق اول مرة تقول حاجة صح يالا؟ اه والله صح 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 يالا، برافو عليك برافو عليك. انا بتعلم منك برضو. سيبك من الخطة دي خالص. الخطة رقم 2. افهم بقى يا اخي، يا اخي افهم بقى، حرام عليك. ده انا متكلف ورق لغايه دلوقتي اكتر من اللي سرق مني في البازار، حرام عليك. معلش بقى معلش بقى. معلش ايه بس وهباب ايه؟ يعني انا لو بفهم في حمار كان فهم من بدري. ماشي نعمل خطه جديده. ماشي الخطه 153. افهم ركز معايا بقى. حاضر بقى يا دولة، انا اسف بقى. ولا 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 ما تقولش يا دولة، ما تقولش يا دولة يا غبي، احنا متنكرين، المفروض ما حدش يعرفنا. ارجع للاسم الحركي اللي انا قلته لك. نسيته يا دولة بقى. يلا الاسم الحركي اللي انا قلته لك في الخطه 112 يلا، اللي هو انا راضي وانت مرضيش. ماشي؟ ماشي يعني يا راضي يا مرضيش يا را... لا مرضي. انا راضي انت ما قطع الخطه دي، قطع الخطه دي بلاش دي. ركز معايا بقى رمزي، رمزي بجد انت بتعصبني. يعني انا لو كنت لوحدي من غير ما حد يساعدني كان زماني دلوقتي ايه قافش الحراميه هو وامه واهاليهم. ماشي ماشي ماشي. الخطه 154. يعني احنا كده هو ما حدش يعني هيكتشفنا خالص ولا ايه؟ يلا استحاله، يلا استحاله باللبس وبالتنكر ده مع الاسماء اللي احنا بنقول عليها، استحاله حد يعرفنا. يالا يا راضي. ولا يا رمزي، ازيك عامل ايه؟ ايه يا عم كده، لا سلام ولا كلام. شفت يا غبي، اديك اتفقست، التنكر بتاعك اهبل اصلا. ازيك يا استاذ عادل عامل ايه؟ عرفك عرفك. ايوه ما عرفنا عشان انت قاعد جنبي يا غبي. اهلا يا سيدي. معلش يا دي فتلس، احنا كنا مشغولين اليومين دولت، يعني انا وراضي. انت هتقول لي ما انا قاعد ومراقب وشايف، بس والله يا استاذ عادل ليك وحشه. على فكره مشاربكم النهارده عندي. حلو، افتح يلا افتح المحضر يلا. قال لك ايه مشاربكم عندي؟ انا عايز يصرف من الفلوس بتاعتي اللي سرقها من البازار. ركز يلا ركز. قفش خلاص. مش لازم الجدول، مش لازم الجدول. يعني يا فتلة انت طول الوقت الفترة اللي فاتت قاعد عندنا في البازار مش كده؟ ده ايام ما كنت فاضي قبل ما البجلية تفرك في ايديا واسيبني من قعدة العواطلية دي. قعدة العواطلية دي وقبل كده كنت بتعمل ايه امال؟ كنت لا مؤاخذة في اللفظ مقطوع قاعد مع الواد الفقري ده ليل نهار، لا شغلة ولا مشغلة. كنت افتح البازار الصبح معاه واقفله معاه. يفتحوا معاه ويقفلوا معاه. يعني افهم من كلامك ده يا فتلة ان انت كنت بتراقب زي دلو. زي دلو، زي زلاه، زي زلاه، زي زلاه. لغاية ما في يوم قررت تضرب ضربتك يا معلم. بالظبط كده، وقلت لنفسي يا ولا يا فتلة سيبك من الواد رمز الخيخة ده وقلد الأستاذ عادل. اكتب قلد الأستاذ. ايه اللي انت شربته؟ الواد رمز الخيخة ده. اوف اوف، رجعها تاني رجعها تاني. ماشي؟ وبعدين قلت تراقبنا انا بقى يا فتلة. ودرستك انت كمان. ظني طلع في محنه يا معلم. في محنه. ودرستني. وقلت ابدا من مكان ما انت وقفت. بس وضربت ضربتك ودخلت على البازار وخلصت العمليه. بازار ايه وعمليه ايه؟ ايه الافكار الخايبه دي؟ دي كانت فكره الواد رمزي، هو اللي كان عايز يفتح بازار باسمه.
والله دولة مش قصدي، ودولة دي كانت فكرة عايشة دولة وربنا أنا آسف. ماشي بعدين ماشي اصبر. ها يعني ده كل الأقوال اللي عندك؟ قلت بقى لنفسي يا ولا فتلة اشتغل في السياحة واكسب بالدولار، ما هو بقى بأربعة جنيه دلوقتي. الدولار بأربعة جنيه؟ شفت بقى شفت، علشان انت كنت بتكدبني يا عم وبتخليني في نظرك كداب وبخنصر. بتخنصر اصبر، ده انا هفرجك. اشرب الأربعة جنيه دي. حطيت كل رأس مالي في مشروع استثماري سياحي تكنولوجي، بيع موبايلات واكسسوارات، فتلفون. فتلفون؟ يعني ايه موبايلات ما بتشتغلش في بازارات ولا تماثيل ولا حاجة؟ ولا ليه اي علاقة بيه. كده يبقى انت بره الليستة يا سيدي. لستة؟ لستة ايه؟ لستة كده هو مش هتفهمها، وريني صوابعك. اتفضل. والتاني؟ اتفضل. والتاني؟ ماشي. كله بقى. ماشي. هات. يلا اتكى على الله. اتكى على الله. ايه الورقه دي؟ ايه اللي وسخها كده؟ المحضر يا دوله. لا ارمي كده، الخطه دي باظت والواد ده طلع بره الشك خالص وما لهاش لازمه بقى الخطه دي. شكرا. ما لهاش لازمه. نخش على الخطه الجديده. الخطه 155. قشطه يا دوله يا كبير، قشطه يا دوله. مش وقتك خالص يا معلم، مسطوره لسه ما بعتش حاجه. وعندك اتنين قهوه زياده فنجان واحد عناب. ولا رمزي ايه دوله؟ الواد حته صابي القهوه. يا لا انا شاكك فيه، شكله سهن كده وهادي ويعني ما يصيرش اي شكوك حواليه، وده اصعب انواع من المجرمين. افتح لي صفحه جديده. حته تعالى يا حته، عايزك لو سمحت. صباح الفل يا استاذ عادل، امورنا غالي. اقعد يا حته اقعد. او النبي يا باشا الله يكرمك، ده انا جسمي تعبان وهمدم من صباحيه ربنا والله. جسمه تعبان وهمدم من صباحيه ربنا اكيد يا معلم. تعذيب الضمير بيأنبك وعذاب النفس بيموتك. ايوه هي النفس يا باشا، نفس النهارده مقطوع طول النهار. قول لي يا حته، لو ده هو اسمك الحقيقي. الله عليك يا دوله. ولا راضي. يلا راضي. الله عليك يا راضي. قول لي ضميرك بيأنبك من ايه؟ عملت ايه؟ غلطت في ايه؟ قول. ما اقدرش اقول يا باشا، لو قلت محدش هيسيبني في حالي وهيموتوني. انت يا حته انت قول. جبت رغيف حواوشي. انت ما تستهبلش. دبل يا باشا. سيبني عليه بقى يا دوله، سيبني عليه. اهدى 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 يا رمزي. حته من اين لك ذلك؟ ذلك يعني يا باشا؟ مش فاهم يعني. يعني جبت الفلوس منين يا ما تستعبطش؟ ايوه شكرا على الترجمه شكرا. ها رد. الفلوس يعني لا مؤاخذه يا باشا، بقى النهارده انا ايه مسحت كل محلات الشارع. حلو، مسحت كل محلات الشارع من البضاعة اللي فيها وبعتها وحطيت الفلوس بتاعتها في كرشك. بضاعة يا عمونا؟ الماسورة العمومي ضربت اللي في الشارع، فكل المحلات بقى صدوني النهاردة ان انا مسح لهم المحلات. سبوبة وجات لك يا استاذ عادل، حاول. لا يعني سبوبة وجات لك تمسح محلات الشارع كله. على مين؟ على مين؟ خط ده خطك يا ده حتة. انا ما بعرفش اكتب يا باشا. تعرفش تكتب؟ تعرف تقرا؟ طبعا. يبقى بتعرف تكتب. اتقفش اتقفش. ولا نعم. اطلع يا ده رمزي، لملي كل البطايق الناس اللي في القهوه هنا، واقف الباب بتاع القهوه. ماشي يا دوله. لم البطايق كلها. بص خد بطاقه انا اول واحد اهو. ماشي يا كبير ماشي. هتتقفش يعني هتتقفش. بس محدش يخرج من هنا. البطايق خدت انت وهو يعني البطايق. مخبي ايه وانا عندي ايه اخبيه؟ يعني ما عنديش اي حاجه اخبيها لعلمك يعني. بص يا عادل، انت عارف كويس قوي ان انا بحكم خبرتي الواسعه في السايكولوجي والاستروبولوجي اقدر اعرف كويس قوي اللي قدامي ده بنظره واحده بيفكر في ايه. يا سلام، طب انا بفكر في ايه؟ هو انت طبعا متوتر شويه، بس الاكيد المؤكد اللي انا واثقه فيه ان انت بالتاكيد واكل ملوخيه النهارده. يا سلام، طب ما انت اللي طابخه النهارده الملوخيه. بصي يا عادل بقى، بصراحه بقى كده يعني انا انت ايه يا هانم؟
انا متضايقه جدا من قرار بتاع مشروع الستاير اللي انت خدته ده. وبعدين مش بس كده، انا متضايقه انك خدت القرار المصيري ده من غير ما تاخد رايي فيه ولا تقولي اي حاجه، وقررت من دماغي كده ان انا اوقفه وباي ثمن. يا سلام، توقفي ده وباي ثمن؟ رحت انت طبعا يا هانم، طلعت على البازار وسرقت البضاعه اللي فيه عشان تثبتي بس وجهه نظرك الدنيئه يا رانيا. يا ابني اللي انت بتقوله ده ايه الخطرافه دي؟ لا طبعا مش مظبوط، عشان انت عارف كويس قوي ان انا لما اعوز حد انه يعمل حاجه مجرد ان انا غمضت عيني قوي قوي كده، غمضت عيني قوي وفكرت ان هو لازم يعمل الحاجه الفنيه ومشيها على عجين مش يلخبطه، ده فعلا اللي بيحصل. حتى شوف اها عادل اسود، انا خفيت جوزي. ايوه اهلا معلم مسطوره، ازيك؟ ايه ده فين يا باشمهندس؟ انا قلب عليك الدنيا من الصبح. معلش انا معلم مسطوره، انا صراحه لسه ما بعتش البضاعه، وبعدين احنا اتفقنا اما ابيع هحاسبك. يعني وهتبيع ازاي اذا كان المحل مقفول والبضاعه مش موجوده فيه؟ ايه ده، انت عرفت؟ ما انا يا باشمهندس كاتب لك في الكارت، كاتبهولك. كاتب في كارت؟ انت اللي كاتب اللي هو البضاعه عندي؟ يا باشمهندس انا روحت اشقر عليك في المنطقه، لقيت الدنيا غرقانه ميه والبضاعه هتبوظ، رحت واخد البضاعه عندي وكاتب لك في الكارت، وقلت انت اكيد راجل نور وهتفهم. نور؟ يا نهار ابيض، منك لله يا عم مسطوره، طب استر عليا. ولا رمزي؟ ايه دول؟ بقول لك ايه، خد تعال. بقول لك تعال، عايزك تجيب لي من المخزن التمثال بتاع مخ مخرع اله الذكاء. لا يا دول، انا بص اله الذكاء ده انا ما بحبوش يا دول، بيقعد يبص لي بصات غريبه كده. اله الذكاء بيقعد يبص لك؟ يا غبي يا غبي، طبعا انت بتعشق اله الغباء مخ مخرع. ده حبيبي ده يا دول. مخ مخرع بقى اله الذكاء ده مطلوب مني، روح هتهولي من المخزن على طول. ولعلمك اله الذكاء ده جدك، يلا المفروض كنت استفدت منه، اتعلمت منه اي حاجه يا غبي. يا عم لا انا بص ما بحبوش بقى. بقول لك ايه يا دول، هو اله الذكاء ده هون يعني هو اللي اخترع الشطرنج؟ يخرب بيتك، شطرنج يالا كان ايام الفراعنه يا عبيط يا هبل. لا طبعا ما كانوش لسه اخترعوه. مخ مخرع ده بقى اللي هو اله الذكاء هو اللي اخترع الكوتشينه. طب بقول لك يا دولا، هو مين بقى اللي اخترع الدومنه؟ الدومنة دي اللي اخترعها يا سيدي ده بشرع. مين ده؟ ده بشرع اخو جوهر ياك واختهم بقى الصغيرة اللي هي دوسة، بس دوسة دي كانت اختهم بس مش شقيقة، يعني اختهم من طاولة تانية. يا دولة ده الواحد بقى كده هون يعني المفروض يحترم الفراعنة دولت قوي يعني، علشان ده تلاقيهم بقى هما اللي اسسوا فكرة القهوة. رجعتني للتاريخ يلا رمز، الاصلي قاري كتير جدا، هما اللي فعلا اسسوا موضوع القهوه ده بأمارة مثلا الاله شيشرع، وده برضه فكرنا بحجر يع. امال ايه؟ روح يلا، روح اجري تجري على الله، روح هات لي بسرعه التمثال اجري. ماشي يا دول، الواحد بيستفيد كل يوم والتاني يا دول. ما تستفدش، يلا اتكل على الله بسرعه. ده رمزي وقعتي ايه يلا، يخرب بيتك. يعني تمثال وقع عادي مش مشكله، خد يا دول اهو. وخد، لقيت الكتايب دون جوه. ده ايه الكتاب ده؟ لقيته جوه في المخزن. الله، ده كتاب قديم كان عندي في المخزن. الكنوز الفرعونيه، ده اسم برنامج ده ولا ايه؟ كنوز الفرعونيه لمؤلفه ياقوت مرجان. الله، ده دي ايه ده؟ ده في خريطه يالا. خريطه؟ ارميه ارميه يا عم، تلاقيه كتاب جغرافيا. ارمي ايه؟ دي خريطة الكنز، كنز طاعة الوالدين، الطريق إلى الكنز. الله، إيه الرموز والشفرات دي؟ الكنز يقدر ب 300 سبيكة ذهبية، إذا عثرت على الكنز هتعيش في نغنغة وعز، ابحث خربش تكسب. إيه ده دولة؟ ده أنا خايف، أنا خايف يا دولة. خايف من إيه يالا؟ خايف من خريطة يالا؟
خريطة كنز، يعني ممكن فعلا لو دورنا ممكن نلاقي كنز. لا ما تقولش. ما انا قلت يا ابني خلاص، وواضح ان الكنز ده موجود هنا هو في المخزن بتاع البازار، بس الرموز دي مين اللي حلاها؟ استنى كده يا عم، استنى 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 كنز كنز. استنى يالا، ده في كارت يالا، كارت على ورقة باردي. ياقوت مرجان، خبير اول حفر وتنقيب وفك رموز، حاصل على دبلومة الكنوز الفرعونية من معهد الزلعة الذهبية. هو ياقوت مرجان ده اللي هيدلنا فين الكنز بالظبط. استنى كويس، في رقم موبايل ليه. ايوه جاي. احلى ثلاثة شاي على مياه بيضاء يا استاذ عادل. شكرا. يعني انت متاكد ان ياقوت مرجان ده مات؟ بقول لحضرتك ده والدي، انا ذهب ياقوت مرجان. احمدك يا رب. وعلى كده بقى حضرتك يعني تعرف كلمه السر بتاعت مغاره علي بابا؟ اصل هم غيروها. ايه ده خارج من فيلم كرتون ده ولا ايه؟ بس يا بابا احنا بنتكلم عن كنز بجد. حضرتك يعني افهم من كلامك ان انت فعلا تقدر تلاقي لنا الكنز ده؟ يا استاذ دي مهنه انا وارثها ابا عن جد عن عم، مهنه تتوارثها الاجيال. زي مهنة الحمار كده يعني. شوف مش عايز ينسى مهنته أبدا. أنت بتتكلم ليه؟ حضرتك يعني الكنز ده بالنسبة لك سهل يعني. أنا كده هقوم أمشي على فكرة. مش يا عم ما تتصعبش علينا قوي كده، أنا هقوم أمشي وبتاع، أنت هتعمل لنا فيها خولي بتاع الكنوز. ولا 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 عيب يلا عيب يلا، إحنا آسفين جدا يا باشمهندس، معلش أنا بس كنا حابين يعني نطمن. إحنا عيلة مشهورة بالذهب أبا عن جد، إيدينا في الذهب أبا عن جد. انا جدي هو اللي اكتشف كنز الملك قارون. ايه ده يا اللي هو بتاع الفيوم ده كنز قارون؟ طب ولقيته المفتاح؟ انا كنت عارف يعني ان هو تايه. لا احنا فورنا الاقفال. فورت الاقفال؟ لا كده احنا اطمننا يعني، مادام بتعرفوا تتصرفوا اطمننا. حضرتك طيب نتكلم بقى بشكل عملي، هنتحاسب ازاي؟ انا هاخد 10% من الكنز بس. 10% ولا تفرق معانا يعني؟ هو الكنز بتاعنا يعني ده احنا نلاقيه لسه يعني. بس خلي بالك أجرة الحفارين وسجايرهم وفطارهم والعدة عليك. دي الأجرة اللي عايزينها قبل ما يلاقوا الكنز. طب كام يعني تخشينا في حدود كام؟ يعني حوالي 3-4 آلاف جنيه، وانت وشطرتك في الفصال بقى مع العمال. 3-4 آلاف؟ لا خلاص ما فيش مشكلة إن شاء الله، بس أهم حاجة ما يفشوش الأسرار، انت عارف الضرائب بعينيها مفتحة جامد يعني. يا أستاذ أنا جايب لك صفوة. الرقاصة؟ يا أستاذ أنا قصدي صفوة القوم في الشغلانة دي. جايب لك ابراهيم حفره، عباس تحضيره، سيد مطب ده علشان الطوارئ لو قابلنا تحت مسلح ولا حاجه نخش فيها كده. كل ده كوم، وعرق عبده ابليس لوحده كوم تاني. عبده ابليس؟ حضرتك مش شايف ان في تناقض بين عبده وبين ابليس؟ عبده ابليس ده علشان لو اتكعبلنا فلعنا واحنا بنحفر يخش يشيلها هو. انا قريت في كتاب الاحجار الكريمه موسوعه علميه هو ان المنطقه دي بالذات بتبقى خصبه جدا لنمو الكنوز. نمو الكنوز؟ انا هضطر اوافقك يا رانيا لان ما قداميش حل تاني صراحه يعني. يعني انت عايز ايه يا عادل؟ بص يا ماما انا عايز في حدود مثلا 3-4 آلاف جنيه. انت عارف يا عاد دول يا حبيبي يعني البير والكفر بتاعه. ده ايه الفرانكو قراب ده؟ بير والكفر بتاعه دي راي دي. المهم يعني يا حماتي هتعملي ايه يعني؟ هتدفعي ولا مش هتدفعي ولا ايه؟ طيب بص يا أبي، لو اديتك الحلق بتاعي ولقيت الكنز هترجعهولي ايه؟ بصي بقى يا نجلاء، لو اديتيني الحلق هرجعهولك سبيكة 2.5 كيلو. لو مش عايزة مثلا انا اوزنلك اوزني برا، وعشان لا اظلمك ولا تظلمين. اوكي خد يا أبي. ماشي برافو عليك برافو عليك. خد يا عادل، احنا مش هنسيبك في الزنقة دي. طب هترجعهملي كام؟ هرجعهم لك يا ماما سبيكة ضخمة جدا يعني، مدام دول أكبر من دول يعني سبيكة 10 كيلو، وانت جوه بقى في ايه في الحلة مثلا تسيحيها وتقطعي وتقسمي وتشكلي زي ما انت عايز. خدي يا حبيبي. معلش يا عادي، انت زي ما انت شايف معديش غير فتلات. ممكن ادي لك فلوس متسلية؟ متسلية ايه؟ حد بيحكي لهم حكاية يعني ولا ايه؟ لا يعني فلوس واحدة ورا واحدة كده. فلوس سايلة يعني. ايوه مظبوط كده. بس بص بقى انا عندي شهادات الفئة بتاعتها فئة بتاعت او الفئة او؟
دي فئة غريبة قوي، ده فصيلة دم. بس ماشي، اديني بس انت الشهادات دي وانا هتصرف ان شاء الله. بس يعني ما وعدكيش ان انا اديكي مثلا مبالغ ضخمة او اديكي مثلا من الكنوز حاجة ضخمة. اللي هديهولك ده يعتبر هدية مني ليك. طب افرض بقى الكنز ده ما تلاقاش ايه يا بنتي؟ ده انا معايا اللي بيدور على الكنز اساسا، اسمه ذهب ياقوت مرجان. يعني لو ما لقيناش الكنز ممكن نسيحه ونرجع لكل واحد فلوسه. المهم انت بقى رانيا هتعملي ايه؟ انا يا بيبي هقدر ان شاء الله افيدك بمعلوماتي الفرعونيه الفذه، يعني اقدر اقولك قيمه قطعه الذهب دي هتبقى قد ايه، جايه من اني حته، سبوع الملكه حتشبسوت الاول، عيد ميلاد البت الفرعونه الصغيره، كتب كتاب الملك مينا الخامس عشر كده. يعني كتب كتاب الملك مينا. ماشي يا رانيا، ماشي، معلوماتها تقوليها وخلاص. بس يا جماعة، أنا اللي بطلبه منكم دلوقتي بجد، أنا هبتدي حفر خلاص وهبتدي الاتفاق مع الناس اللي هيحفروا. اللي أنا طالبه ادعولي يا جماعة. يا رب يجعل لك في كل خطوة سبيكة يا رب. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا علم دهب. أمال فين الرجالة؟ أمال الرجالة على وصول أهم، وصلوا هم. اهلا وسهلا يا رجاله. اهلا وسهلا. اتفضلوا. منورين. اهلا وسهلا. منورين يا رجاله. اهلا وسهلا. ده ايه الحلاوه دي؟ اهلا بيكوا. وانا فتحت شكاره ولا ايه؟ رش شويه ميه هنا ادي حته الجو قلب يا عم، شكله هينطر يا دوله. اعرفكم، سيد مطب، ابراهيم حفره، عباس ضحضيره، وده بقى عبده ابليس. عبده ابليس؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ومعلم دهب هما شكلهم ليه معفر كده؟ احنا كنا بنخلص اساسات برج التجاره العالمي. برج التجاره العالمي بتاع امريكا؟ اوه ده فيه خيارات كتير، ساعات، موبايلات، سناسن. سناسن دي اللي بتبقى اطول من السلاسل بشويه يعني؟ وانا رحت عملت له مطبات هوائيه حوالين البرج على اساس الطياره تترزع المطب من هنا تهدي اجبال. ده ايه الحلاوه؟ وحضرتك بقى يا استاذ ابليس ايه؟ طيب يعني هنبتدي ازاي ولا عايزين ايه مثلا؟ الشغلانه بتاعتك دي بقى يا استاذ عادل هتاخد يومين، يا ريتك تعربن الرجاله بقى. حضرتك متاكد ان هما يومين بس؟ ايوه ده كنز صغير مش مستاهل. لا خلاص، ما دام كنز صغير بالنسبه لكم يعني تحت امركم. ادي الفلوس اهي، حضرتك اديلهم انت الفلوس. اتفضلوا على الشغل يا رجاله. يلا يلا، الهمة يا رجالة، الهمة. بصوا يا رجالة، أنا عايزكم تحفروا لي بقى على عمق مترين وتسعة سنتي. بقول لك إيه، ما تخليهم اتنين متر ونص عشان بقى يلاقوا كنز على طول، لأن أنا مش عايز ولا فردة حلق تضيع منه. يا أستاذ عادل، ما ينفعش، دي إحداثيات. معلش برضو حضرتك، يعني أنا صاحب الكنز وليا رأي برضو. ما تهدلنا شوية يا أستاذ، أنت هتطلع حريق ليه؟ كل أعوذ برب الفلق. إيه الأخبار؟ لقيتوا ايه ولا عملتوا ايه؟ بتحفروا ولا لسه؟ على وشك. لقيته. الحمد لله. الف مبروك يا دولة. عارف انا بحلم بقى ايه؟ ان انا اسكن في قصر في الطلبية كده يعني. ورينا كده، ورينا. ده ايه ده، موبايل؟ الحمد لله، لقيت موبايلي، اصل كان ضاع منه وانا بحفر. ضاع منه وهو بيحفر؟ ايه يا عم دهب، ايه الناس اللي بتوقع موبايلاتها دي وهم بيحفروا؟ طب احفروا بسرعه بقى، احفروا بسرعه. دولا بقول لك ايه، ما ينفعش يطلعوا لنا ميه كده وهم بيحفروا بالمره، اصل انا عطشت. انت ايه بتتكلم ليه؟ انت بتتكلم وايه اللي موقفك هنا اساسا؟ وسايب البازار لوحده؟ يلا روح على البازار، اتكل على الله. يا دولا بازار ايه يا عم وبتاع ايه؟ انسى بقى الفقر يا دولا، انت خلاص هتلاقي الكنز ان شاء الله وهتاكل ريش نعام. اكل ريش نعام وانام على لحمه بتلو بقى ولا ايه؟ مش عاوزين دوشه، ما تخلوش نايم يا صاح. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا رمزي، ما تروحش شغل لنا يالا قران يالا. ايه الاخبار يا معلم ده؟ لقيته. الحمد لله. الف مبروك يا دوله. الله يبارك فيك. هسكن بقى في قصر عالي، بس مش في الطلبيه بقى، هغير، هسكن في العمرانيه. اتفضل يا عم حفره، ادي جراب الموبايل بتاعك. الحمد لله، انت امين يا ضحطيره. يا عم حفره، وانت كل شويه تضيع حاجه كده، هو انت عم مطب ما قلتلناش حاجه ولا ايه؟ لا 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 لا، ما تكلمنيش بالطريقه دي، وبعدين انت داخل عليا كده ليه؟ ادخل عليك ازاي يعني؟ اكلكس قبل ما ادخل ولا هدي السرعه قبل ما اخش عليك على اساس انك مطب؟ يا عم ده
في ايه يا استاذ عادل؟ في ايه؟ جايب لي كل عيوب الشوارع تحفر عندي حفره ونقره ودحريره دحريره دحريره ايه اللي انت جايبها لي؟ من فضلك يا استاذ عادل، انا ما اسمحلكش انك تغلط في شغلي ولا في التيم ورك بتاعي. تيم ورك انت هتعمل لي فيها الجوهري بتاع الحفر. بص بقى، ومن الاخر كده احنا الشغل ده ما ينفعناش، احنا عايزين بقى نوسع الحفره علشان ندق الترومب. عطشت عطشت. لا 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 ما بحبش الميه، حد يولع شويه نار. ولا يا رمزي، روح هات كورتين نار بسرعه عشان واضح ان ابليس جعان. لقيته لقى الكنز يا دوله. لا يا ابني، ده هتلاقيه لقى الشاحن بتاع موبايل حفره. هيلا هيلا، صل على النبي، كلنا عيلة في القناطر. واحنا طالعين رحلة يلا. ايه دولة؟ طب هقول لك، احنا نغني لهم حاجة فرايحي بقى. عشان نصحصحهم كده. يا دولة. والكنز الليلة الليلة لتعيدوا يا رب تبارك تبارك وتزيدوا يا رب تبارك يا رب يظهر الكنز ويقب يا رب تبارك وزيدوا. يا رجالة وصلتوا لحاجة؟ رجالة ايه وهبابة ايه بقى؟ احنا بقالنا شهر بنحفر، احنا كنا بنحفر في مترو الانفاق، كنا وصلنا لخط مدينة ناصر الجديد. مدينة ناصر الجديد يعني ايه؟ يعني ايه؟ قصدكوا ايه؟ يظهر كده ان مفيش حاجة والخريطة دي فسكوني، تقليد يعني. تصدق ممكن يا دحضرة؟ صح؟ صح؟ المؤرخ بيشتغلنا عادي، المؤرخين بيروشنوا علينا وبيشتغلوا الاجيال القادمه. اجيال قادمه اللي بيشتغلوها يعني؟ قصكم ايه؟ حرام عليكم. لا احفروا احفروا، ده انا بعت الانبوبه عشان اجيب لكم اجركم يا جماعه. حرام عليكم، احفروا والنبي. يا استاذ عادل واضح ان مفيش كنز، احنا مضطرين نستاذن ونمشي. تمشوا ايه؟ تمشوا ايه؟ لا 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 لا، احفروا، هي قربت خلاص، قربت خلاص. احفروا 3 4 متر ان شاء الله هنلاقي كنز. لا كنز والنبي، احفروا 3 4 متر. مفيش كنز، احنا لازم نمشي. يلا يا رجاله. لا 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 يا وحسن، ابليس ابليس جه دورك، وزهم عشان يشتغلوا يا ابليس. ما توزهمش ما توزهمش. بقول لك ايه، احنا لا هنحفر ولا هندور على حاجه، الحته دي ما فيهاش حاجه. بينا يا رجاله. لا بينا ايه يا معلم انت؟ هو بقول لك ايه، ما حدش ماشي من هنا الا على جزمتي وعلى اولى ربوهم يا رجاله. لا لا ثانيه واحده حضرتك، انا ما قلتش حاجه. ده هو اللي قال، انا ما قلتش حضرتك كده. ربوه هو يا رجاله. ربوه ربوه. وهلا هلا في القناطر، كلنا عيله في القناطر. يا جماعه اللي عايز حاجه يجي ياخدها بنفسه. لا انا ماليش دعوه، انا عايزه الغوشتين بتوعي. وانا كمان ماليش دعوه، انا عايزه الشهادات الاو بتاعتي. وانا كمان عاوزه الحلق بتاعي. وانا عايزه انبوبتي يا مامتي. وانا عايز بنطلون جينز يا دول. انت اي هيصه جاي فيها وخلاص. يا جماعه انا عايز بس افكركم بحاجه، ان احنا قدامنا حل من اتنين، لا اما نرمي بلاوينا على بعض، لا اما نتجمع كلنا تجمع رجاله. وعايز افكركم بحاجه تانيه، الانتري لما كان هنا هو والسفره وبعناهم، بعناهم ليه؟ عشان كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. وبعدين الانبوبه، حتى الانبوبه لما بعناها بعناها ليه؟ عشان كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. ولما بعنا السرير والمله بتاعته وخدنا المراتب ورميناها على الارض ونمنا عليها، عملنا كده ليه؟ كنا رجاله ونمنا نومه رجاله. عشان كده يا اخوانا انا بقول لكم مفيش فرصه قدامنا غير ان احنا نبقى رجاله ونقف وقفه رجاله. انا معاك يا بدوله. انا بقول رجاله، انت مالك انت مالك؟ خلاص خلاص دلوقتي يا جماعه، الحل الوحيد ان انت يا رانيا تروحي دلوقتي حالا وتفتحي الهويس. يا رانيا جرى ايه يا عادل؟ ما تروح تجيب حد يساعدك ويحفر. ها ها، اجيب حد يساعدني؟ يا نهار يا اسوة، بعد المعلم دهب والمعلم دحديرة والحفرة اجيب حد؟ هيبقوا طمعانين. احنا يا اخوانا لازم نحفر بنفسنا. بص يا عادل، نصيحة مني انا يعني، لا ترمي مهملتك في سلة واحدة. ماشي ما علينا. وبعدين انا وجميع ما نقدرش ابدا على الشقة. لا لا ايوه ايوه جميع، عشان انا ما اقدرش اعمل حفرات علشان انا سنفتشي كلها.
في حالات ايه؟ انتوا مش هتحفروا خالص يا اخوانا، بس انتوا هتساعدونا، مش هتسيبونا عشان احنا رجاله. فعشان كده انتوا بعد ما احنا نحفر انتوا تاخدوا التراب وتشيلوه ترموه قدام البازار. طب وانا بقى يا دوله؟ انت مالكش دعوه خالص، انت بقى لو ما لقيناش الكنز هرميك في الحفره وهردم عليك. ليه يا دوله؟ طب ما انا من غير ليه؟ خلاص خلاص يا دوله. انا بقترح. ها ما... تقترح ما... من امتى بتقترح؟ ما يا دوله نو نو ها هو. احفر عدل بقى. ادي يا رمز. ايوه ارمي التراب الناحيه دي كده. انت بتعملي ايه يا حماتي؟ بتعملي ايه؟ انا بحط ميه علشان الترابات ما تعملش انتشارات. يا ماما بتخلصي ايه يا ماما؟ معلش سامحني، انا بحب اشتغل على نظافه. عادل على فكره بقى احنا لازم نحفر 3 سنتيمتر جنوبا على اساس ان احنا نبقى عكس عقارب الساعه. عشان الوقت ما يسرقناش يعني. يلا رمز احفر بقى الناحيه دي كده عكس عقارب الساعه. بقولك ايه بقى دوله؟ بقى بص انت دوله يا عم لسه جايين جداد يا دوله، انا المفروض ابقى رئيس العمال. انت جاي تدور هنا على وظيفه؟ ما تشتغل ياض وانت ساكت ياض. وانت ياسمين بتعملي ايه؟ بعمل قصر في الرمله. قصر في الرمله؟ اوف اوف الجو صعب قوي هنا. انا حاسس يا اخوانا ان انا قاعد عند كوافير مش ناس بيحفروا عشان كنز. انا هشتغل بنفسي، هشتغل بنفسي. خدي خدي. اوعى يا عادل تنزل. لا يا عادل انا عايزه لك ايدك يا دوله. ايدك عشان توقعني. اوعى يا عادل. بس خلاص لازم اشتغل بنفسي. انا اعتمد على واحد زي ده. احفر الناحيه دي. ايوه لا لا كده ويمين شويه كده. دوله حاضر. ايوه استنوا استنوا استنوا. ايه انا سامع صوت. ايه انا سامع صوت برضه. ركزوا كده. ايه ده؟ صوت الكنز. طيب بس يا عادل هو الكنز له صوت؟ ايوه طبعا. مش الكنز ده بيبقى حلقان وغوايش وبتاع بتعمل صوت. ايوه استنى 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 هننزل نشوف في ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا حاسس الدنيا بتمطر. هو يقولها خير خير المطر خير. يلا ننزل تحت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت مين؟ يا ايه ده؟ انت مين؟ انا زيكم بالظبط بدور على الكنز من 20 سنه. من 20 سنه بدور على الكنز. وجبت الشمعه دي منين؟ جبتها من تورته؟ لا مش من التورته، دي من اللحمه اللي كانت معايا. عملت من الشحم بتاعها الشمعه دي. قولي انتوا لقيتوا الكنز؟ لا هو احنا ما لقيناش الكنز. حضرتك عايز ايه حضرتك؟ يبقى ادور عليه بقى في سرداب تاني. اصل البازارات كلها مدخله على بعضها، وان شاء الله لما الاقي الكنز هرجع الوشتين بتاع ام واختي والحلق بتاع اخت مراتي وشهادات الاستثمار بتاعه حماتي. الله الله، ده التاريخ بيعيد نفسه يا استاذ عادل. ده عادل الكبير. بقول لك يا ابني ممكن اطلب منك طلب. ايه؟ عايز دقيقة من الموبايل بتاعي؟ موبايل؟ موبايل يعني ايه؟ لا ده حاجة ظهرت في الغربة بتاعتك من 20 سنة. يعني عايز ايه؟ امال لا تاخدني البيت معاك اريح سنة ولا حاجة واتغزى وارجع احفر تاني. تتغذى ايه؟ وبعدين تيجي عندي في البيت ده؟ انا عايش مع 6 ستات، يعني 7 تنفار في بيت واحد، هتيجي فين يعني؟ يا ابني ما فيهاش حاجه لما يبقوا 8 وينوبك ثواب. لا معلش يا حاج، اتكل انت على الله، دور على الكنز بتاعك بقى. روح سرداب تاني ولا احفر في حته تانيه. الرزق على الله. بقول لكم ايه يا جماعه؟ واضح فعلا ان احنا حفرنا غلط، يبقى بدل ما كنا بنحفر كده هنحفر كده بقى المره دي. صح يا بابا؟ معلش يا حبيبي سامحني بقى، انا عايزه الغوشتين بتوعي. وانا كمان عاوزه الحلقه بتاعي. بقول لك اهو، وانا بقى مش هعمل اي حفرات تانية، وعايزه الشهادات بتاعتي. ها عادل يا حبيبي، انا عايزه الانبوبه بتاعتي. حاضر. وانا يا بابا ازيد الحفل ده خديه معاكي يا ماما. حاضر. وانا دوله عايز انت كمان. انا عايز ابقى رئيس العمال بقى. عايز تبقى رئيس العمال؟ قوي بس رئيس العمال لازم يبقى في موقع الشغل. اتفضل حضرتك. ماشي اتفضل. انت رئيس مش معقول هتستخدم الجاروب. ماشي. اتفضل. انا اقوله لي يا دوله. اتفضل اتفضل يا رئيس العمال. دوله صبي. اتفضل. دوله احفر. يا دوله ده احفر. يا دوله يا دوله يا دوله الحاجه. انزل تحت يا واد، انزل تحت.